وأبدأ بسيادة العميد إلياس حنا. سيد الكريم، صدمني، لا أعرف ما إذا كان هذا طبيعي في حديث معالي الوزير، وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لكن أنا شخصيا صدمت بعض الشيء حينما قرأت أنه قال العدالة لم تتحقق خلال السنوات الثلاث الماضية لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لأنه لا توجد دولة في لبنان. كلام مؤلم سيادة العميد. بداية بشكركم على الاستضافة وبرحب بكل مستمعيكم، وبدي أقول للشعب اللبناني يصبر، وبدي أترحم على اللي استشهد أو على الضحايا تبع الانفجار، وإن شاء الله الصحة والعافية لكل من نجا من هالانفجار. طبعا وزير الداخلية هو قاضي ويعرف أنه العدالة حتى حين لم تتحقق، وأنه لبنان أصبح متقطع الأوصال وبحاجة إلى إعادة هيكل من جديد. طريق اللي حكي عن الانفجار بدي زيد عليه شوي، انه بستة اب اجى الرئيس الفرنسي وقال دعا الى تحقيق دولي بالتفجير ورفضته السلطات اللبنانية. وبعد التظاهر واستقالت الحكومة وعينوا اول محقق عدلي، ويلي بلش يدعي لتحقيق مع رئيس الحكومة ورفضت الحكومة، وبالتالي كمان الحكومة والسياسيين هن مسؤولين عن التقصير والإهمال فيما خص إيقاف التحقيق. يعني امتنع مجلس النواب السابق عن رفض الحصانة، عن رفع الحصانة عن النواب شغلوا مناصب وزارية. ثم ب 11 تشرين بيندد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بما وصفه باستنسابية المحقق العدلي، مطالبا بقاضي صادق والشفاف لاستكمال التحقيق بالقضية. ب 14 تشرين بيصير في حادثة، هي ما أشار لها التقرير، حادثة محلة الطيوني اللي هي بتكون لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي، وبيروح فيها 7 أشخاص قتلى وشهداء. تم تعليق التحقيق بالانفجار 4 مرات جراء دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي. وهون بينت في ثغرات في القانون اللبناني وصل انه يعمل ازمه قضائيه بين رجال القضاء انفسهم. هذا اللي خلى يوقف التحقيق طبعا بدخول بالتدخل السياسي. وبس انتهت ولايه الرئيس ميشيل عون، فشل البرلمان اللبناني اخره ب 14 حزيران انه ب 12 مره انه ينتخب رئيس. هالازمه السياسيه صارت تتعمق اكثر في ظل وجود حكومه تصريف اعمال محدوده الصلاحيات. بيستلم طارق البطار كمان ببلش بيوقف بيرجع يستكمل بشكل مفاجئ بعد 13 شهر من تعليق جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعيين. بيخلي سبيل 5 من الموقوفين من اصل 17، وبيدعي على نائب العام التمييزي بالقضاء. ثاني يوم النائب العام التمييزي بيرجع بيرفض قراراته وبيدعي عليه على خلفيه التمرد. يعني صار فيه مثل مشكله من داخل القضاء اللبناني، وبيقول له انت اغتصبت السلطه، وبيقرر يطلق كل الموقوفين. هلا هون التحقيق بياخذ فصل جديد بمعركه قضائيه غير مسبوقه ما صارت بلبنان. هلا بالسادس من فبراير بيطار بيعلو ارجاء كافه جلسات استجواب المدة عليهم، وبيوقف التحقيق ولحديت هلا بفوت بغيائه بالنسيان. الحقيقه سياده العميد، يعني هذا سرد يعني يؤلمنا جدا، لكنك قدمته ببلاغه الحقيقه، اشكرك عليها. لكن المسكوت عنه في سردك هذا هو الناس. نعم نعم، الناس عارفة أنه ناطرة العدالة لحتى تاخد حقها، وعارفة أنه رح يجي يوم ولو بعيد إن شاء الله تتحقق في العدالة. بس أنا بلاقيها شوي طويلة، لأنه أولا قانونيا في 10 دعاوى مقامة ضده للقاضي، دعاوى مخاصمة ودعاوى رد ودعاوى تطالب بنقل القضية من عهده إلى عهد قاضي آخر. بعدين محاولة المطالبة بتحقيق دولي بلشت منذ فترة، وكان في مساعي واتصالات دولية مع السفراء بلبنان.
حتى الوفد القضائي الفرنسي اللي زار لبنان والتقى بالقاضي بيطار، والتقى وفد بأهالي الضحايا وطرحوا عليه المسألة وتلقوا جوابا أنه هالموضوع سياسي ويحتاج لحكومات، وأنه بالدرجة الأولى بيحتاج لقرار من مجلس الأمن الدولي، وأنه مجلس حقوق الإنسان استطاع أنه يقدم توصية بهالموضوع، ولكن ما وضعت موضع التنفيذ لجهة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.